ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. إحنا اليوم معاكم من كلاتش موتو سبورت ومعنا السيد براء إبراهيم الزامل. أهلا بيك سيد براء. أهلا بيك، مرحبا وفريق الإعداد، نورت. الحمد لله رب العالمين، طول عمرك. سيد براء، ممكن تكلمنا عن نفسك وتقول لنا يعني قصة نجاحك وإزاي اللي أنت ابتديت في فكرة مشروعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء إلى 2009 كنت حالي حال الشباب، يعني ندور هواية تشغلنا وتملي الفراغ اللي عنده. فما أعرف، حس في شيء رابط بيني وبين الدراجات النارية وأنا صغير، يعني كنت سبحان الله وأنا صغير إن على العجل على الموتورسيكل وأنا صغير يعني. فاشترينا الدراجة أول شيء بـ 2009، كنت في نفس الوقت أدرس هندسة ميكانيك. جميل. طور معي الموضوع وقمت أنا أصين الدراجة بنفسي. طب انت دراستك في هندسه الميكانيكا يعني جت صدفه ولا عشان انت اصلا شغفك بالموضوع من البدايه؟ لا، انا عندي شغف من وانا صغير، من يوم وانا صغير يعني. الوالد الله يحفظه كان يجيب لي الروبوتس وانا صغير، اركبهم، اسوي دبابات، اسوي دراجات، اسوي سيارات. كنت والله يعني مخسر كل فلوسه على هالروبوتس. المحل كان فيه محل موجود كان سكر سبحان الله. كنت دائما اول باول وانا صغير اروح عنده اشتري الاغراض، ابني، اسوي تخطيط، اسوي مجسمات، واتحرك وتروح وترجع. وكان يعني كانت هوايه هوايه. سبحان الله تطور مع 2009 خلاص ناخذ موتوسيكل، موتورسايكل، دراجه ناريه ومع الشباب. وسبحان الله يعني مع دراستي صرت انا اصين الدراجه، انا اطورها، انا اعدل عليها على الديزاين. كنت اخذها معي على الجامعه اعدل عليها في الوركشوب عندنا في الجامعه. يعني كنت اللي بتدرسه بتطبقه على الدراجة بتاعتك؟ بالضبط. كنت تقولي بهالطريقة، اللي كنت أدرسه كنت أطبقه على الدراجة وأعدل عليها وتطور عندي الموضوع. صرت يعني بدل ما عاد بس مش بس أصين دراجتي، أزيد أصين دراجات الشباب ربعي. يجوا عندي على البيت، أنا ببيتي سويت جراج، نفس ورشة صغيرة. حلو. ونشتغل كلنا مع بعض ونصين الدراجات ونرتب أمورنا في كله في البيت، يعني ما يحتاج نروح مصفحة أو الصناعية. جميل. بعدين أنا بقى تطور الموضوع وفتحت المشروع. بعدين تخرجنا واشتغلنا ونفس الوقت كان عندي هالهواية ماشية معه مع غير دوامي الرسمي، كان عندي هذه الهواية. وبال 2014 فتحت اول مره، فتحت كلاتش موتور سبورت، بس كان محل صغير، كان عباره عن ورشه فقط. وتطور معانا الحمد لله الموضوع، فتحنا ضفنا عليه الصبغ والرسم، الرسم بطريقه الاير برش. بعدين 2016 الحمد لله فتحنا الشوروم، فصار عندنا ورشه متكامله، او نفس ما بنسموها وان ستوب شوب، محل واحد توقف فيه تسوي فيه كل اللي انت عايزه، يعني اللي تتمناه من A to Z. جميل. احنا شايفين في التقرير اللي انت عندك منتجات وعندك برضو خدمات، فممكن ان انت تكلمنا اكتر عنها؟ الخدمات هي كانت بالاول كنا حال اي ورشة صغيرة، يعني بداية طريقها نطلب من برا او نشتري من الوكالة او نشتري من المحلات اللي جنبينا القطع المتوفرة. فانا كان عندي رؤية ان انا صراحة انا وجهة نظر، يعني كانت رؤيتي ان انا اصدر للخارج بدل ما اني استورد. والحمد لله وماشي على الموضوع، وصلنا الحمد لله لهذا الموضوع حاليا، قمنا نصدر. يعني انت مش بتستورد بس، انت كمان بتصدر. نعم. بتصدر برا. الحمد لله عندي كونتراكت مع اكبر الشركات الشحن في الامارات، بنصدر وبنستورد. بس نصدر هذه هي اللي كانت جديده على السوق. فعلا. ما كان حد نهائيا يخطر في باله انه احنا كدوله امارات او مصفحه الصناعيه هي تصدر لامريكا. وصلنا والله وصلنا لامريكا، قاعدين نبيع قطع لامريكا. ايه دول ثانيه بتصدر لها؟ بنصدر في الدول العربيه، بنصدر
غير الامارات السبعه طبعا، بنصدر لعمان، بنصدر للبحرين، بنصدر للسعوديه، بنصدر للاردن، بنصدر لمصر. جميل ما شاء الله، سوق كبير بالصدر. سوق كبير، الدراجات الناريه الستريت بايكس بشكل عام سوق كبير جدا، والرايدرز فيه ما شاء الله يعني بالالافات ما شاء الله. طيب انت كنت بتقول اللي من ضمن خدماتك الرسم، ممكن توضح لنا اكتر عنها؟ الرسم عندي انا الرسام بيقدر يرسم اي شكل او اي تخطيط على اي مجسم ما شاء الله. يعني بيجيب لك الشخص الدراجه ويجيب لك مثلا صوره الديزاين اللي هو عايز يرسمه وبتنشره من الضبط من الانترنت، وحتى ممكن بعدين نطبع له اياه عندنا ال 3D والفوتوشوب بنعدل له عليه، مثلا هو حاب مثلا يضيف كلمه زياده، حاب يكتب بالضبط. نعم صحيح، يكتب مثلا عليه مثلا براند، يكتب عليه اي حاجه مثلا هو عاوزها. جميل. نعم. طيب كلمنا بقى عن المنتجات اللي انت بتبيعها هنا. المنتجات اللي ببيعها ناس ما خبرتك انه محل كامل ون ستوب شوب من اي تو زد ما شاء الله. اي حاجه يعني واحد بيدخل عندي عنده دراجه، شو ما هو عاوز، شو في خاطرك انت، شو حاب تبتدي حتى تدي له مقترحات. اكيد لو في حاجه مثلا مش في باله بتبتدي تعرض عليه وتدي له مقترحات جديده. طبعا هذا اللي ميزنا اصلا عن غيرنا من المحلات. المحلات الثانيه هم قاعدين يسووا يعني بس بيلبوا رغبه الكاستمر، بس نحن في كلاتش موتو عندنا شيء ثاني اللي هو اكسيدز، نتعدى مرحله رغبه الكاستمر. يعني الكاستمر لو كان متصور حاجه لا يطلع دراجه حاجات. فهمت كيف؟ طيب بما انك بتتكلم دلوقتي على اللي دي ميزه بتميزك عن بقيه الناس، ممكن تقول لنا ايه مميزات ثانيه بتميزك عن باقي منافسينك؟ لله الحمد عندنا الخبره، هذا شيء نادر جدا تحصلينه بالذات في ورش الدراجات او معارض الدراجات. الخبره، الكواليتي، وكفاءة الأيدي العاملة اللي عندنا إن شاء الله. طبعاً هذا كلهم بيرجعوا بعد فضل رب العالمين للإدارة، لازم راعي المحل أو صاحب المحل نفسه يكون مشرف على هذا الموضوع، يبقى حتى خبير وفاهم في التخصص اللي هو بيديه، مش مجرد بيزنس وبس. بالضبط الحمد لله، حتى في ناس بيسموا المحل محل براء، ما بيقولوا محل كلاش وسبورت لهالدرجة يعني ما شاء الله. ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب سيد براء، ممكن تقول لنا بقى إيه خططك المستقبلية بما إنك ما شاء الله في فترة بسيطة قدرت إن أنت تورد بره، قدرت إن أنت تجيب منتجات، دخل خدمات جديدة، قول لنا بقى إيه الخطط الجديدة ليك إن شاء الله؟ حالياً إحنا قاعدين ندرس موضوع تسويق لأشياء معينة من الدراجات النارية، نصير نصنعها في مصفحة صناعية، يعني نبني لنا مصنع أو ورشة غير الشغل كالصيانة والرسم والصبغ والبيع، نسوي مصنع خاص فينا يصنع لنا القطع اللي هم عليهم ديماند، عليهم طلب، ونصير نبيع في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات، يصير عندنا قطع محتكرة ينكتب عليها made in the UAE. جميل. هذا ان شاء الله هذا الخطه المستقبليه، لان الحمد لله يعني معظم الاهداف اللي احنا كنا حاطينها وصلنا لها الحمد لله، فهذا واحد من ضمن الاهداف او من ضمن الاحلام اللي انا صراحه حاب انها تتحقق طول ما انا ان شاء الله موجود في هذا المجال ان شاء الله. طيب سيد براء، اكيد النجاح اللي انت وصلت له كان في حد شريكك من النجاح؟ طبعا احنا بنشكر الوالد اللي هو طلع لنا نموذج زي حضرتك ناجح، فانت قول لنا بقى مين هم شركائك في النجاح؟ اول شيء حاب اقول الحمد لله رب العالمين، ان هذه نعمه، النجاح والتوفيق دوم من الله، الحمد لله رب العالمين. بالله. احب اشكر الوالد لانه هو يعني نمال الموهبه، هاي اكتشف الموهبه ونمال اياها من الصغر، وحتى لما فتحت الورشه ساعدني يعني ساعدني في موضوع الديزاين، لان الوالد ما شاء الله بعد مهندس يعني، فساعدنا موضوع الديزاين وسوالنا التقسيم والترتيبات كاملة يعني. وأحب أشكر صندوق خليفة لأنه دعمني بالعضوية ودعمنا في بداية طريقنا، ووجه الشكر لشيوخنا الله يحفظهم إن شاء الله برؤيتهم السليمة وخططهم الناجحة لجعل دولة الإمارات بلد أمن وأمان وبلد يعني يتوجه لها المستثمر من جميع انحاء العالم. الله يحفظهم جميعا. سيد براء احنا بنشكرك جدا وسعدنا جدا بلقائنا معك. انا اسعد، الله يطول عمرك. شكرا. وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح، راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.